أسفت وحزنت لرحيل الأخ والزميل صلاح السعداني. وسط حزن كل محبيه، تم تشييع جنازة الفنان صلاح السعداني عن عمر يناهز 81 عاماً. توفي بعد صلاة الظهر النهاردة. من شوية تم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وأيضاً نجوم الكرة ونجوم الإعلام. كان من الحاضرين الجنازة الفنان محمود الخطيب والفنانة هنا الزاهد، وحضر الجنازة الدكتور أشرف زكي، وأيضا الفنان محمد إمام ورامي إمام. وإحنا عارفين طبعا أن في صداقة كانت كبيرة جدا ما بين الفنان عادل إمام الزعيم وما بين الفنان صلاح السعداني الله يرحمه. الاتنين متخرجين من كلية الزراعة وكان بيربطهم صداقة كبيرة جدا. حاولوا إخفاء الخبر عن الفنان عادل إمام علشان حالته النفسية وعلشان صحته ما تتأثرش، ولكن أحد المرافقين ليه بلغوا الخبر. الأمر ده أحزنه جدا واتصل على الفور بأسرة الفنان صلاح السعداني، ودخل في حالة من الحزن العميق بعد ما عرفته الخبر. من ناحية أخرى، الفنان أحمد السعداني أثناء تشييع الجنازة رافق جثمان والده وفضل جنب والده بعربية الموتى، والحقيقة ظهر باكيا أثناء تشييع الجنازة. هنتابع مع بعض دلوقتي جزء من تشييع جنازة الفنان صلاح السعداني. ظهر معانا دلوقتي في الفيديو الفنان مجدي كامل. الجنازه كانت مزدحمه جدا، شايفين مع بعض دلوقتي الاعلاميه انجي علي وكمان الفنانه هنا الزاهد. ما ترجع، خليهم يعدوا. ممكن يا جماعه تسيبوهم؟ لا، ما حدش يقف كده يا جماعه. عايزكم يا رجاله، عايزكم يا جدعان يا جماعه. توفي الفنان صلاح السعداني بعد عدد من الإشاعات عن وفاته. توفي عن عمر يناهز 81 عاما. سبب وفاة الفنان صلاح السعداني أمراض الشيخوخة والزهايمر، وفي لحظاته الأخيرة أوصى ابنه أحمد السعداني عن إن هو ياخد باله من أولاده. كما بكى أحمد السعداني وطلب منه إن هو يسلم له على مراته. كلنا عارفين إن أحمد السعداني زوجته توفت من كام سنة. الفنان صلاح السعداني كان بيقضي أعوامه الأخيرة مع أحفاده، وتأثر جدا بعد وفاة صديقيه الفنان محمد وفي والفنان فاروق الفيشاوي. هيظهر معنا هنا الفنان أحمد رزق أثناء تشييع الجنازة. لنا الفنان صلاح السعداني أكتر من 200 عمل فني ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات. من أشهر مسلسلاته مسلسل ليالي الحلمية بأجزائه الخمسة، كمان مسلسل أرابيسك، ورجل في زمن العولمة، وكفر عسكر، وآخر مسلسل قدمه لنا كان عام 2013 مسلسل القاصرات مع الفنانة داليا البحيري. وبعدها فضل الفنان صلاح السعداني إن هو يبعد عن عالم الأضواء. ما هي دي حاجة ما تدخلش الدماغ، الفلوس واتبدرت زي الرز على الأهالي. وكان قد أعلن خبر الوفاة الفنان إيهاب فهمي وأيضا الفنان أشرف زكي. ومعنا زي ما احنا شايفين دلوقتي في الصورة الزعيم عادل إمام، معاه الله يرحمه الفنان صلاح السعداني. وزي ما قلت لكم الفنان صلاح السعداني اتأثر جدا بعد وفاة الفنان فاروق الفيشاوي وأيضا وفاة صديقه نور الشريف.
مسلسل الرحيل سنة 1960، وغاب بعد كده عن التمثيل لمدة 4 سنوات، ورجع مرة تانية عام 1964، وده كان في مسلسل الضحية. في الوقت نفسه بقى في السبعينات كان نشاطه السينمائي عالي جدا، وشارك في حبة أفلام كانت رائعة جدا، كان منها فيلم الأرض والرصاصة لا تزال في جيبي ومدرستي الحسناء. احكي لي فضل ده أخوك. ولكن اتميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ. من أبرز مسلسلاته الناجحة اللي كلنا ما نقدرش ننسى دوره فيها هو مسلسل أرابيسك وحلم الجنوبي، ويأتي على رأس هذه المسلسلات مسلسل ليالي الحلمية، وطبعا زي ما كلنا عارفين بكل أجزائه. مين مننا يقدر ينسى العمدة سليمان غانم؟ بقول إيه يا محترمين، فتحوا لعينيكم وفتحوا دانكم وصحولي. إيه اللي حصل الليلة؟ هو حصل حاجة؟ إيه واسم الله عليه إلسع. وقدم لنا عمارة يعقوبيان ورجل في زمن العولمة وكفر صقر مع الراحلة القديرة الفنانة دلال عبد العزيز. خالتك مبروكة خلصت الطبيخ. الغدا جاهز يا حاج. الخير على هدوم الوردين، يلا بينا ناكل. لا معلش اسمح لي انا بعدها. اسمح لك ايه؟ مفيش اسمح لك، هتتغدى معايا. بقول لك ايه، تهزر. اشتهر الفنان صلاح السعدني في الدراما بضحكته المتميزة. من أهم أعماله التلفزيونية مسلسل الرحايا سنة 90، وأرض الرجال، ومسلسل الضحية سنة 64، وحصاد الشرق، والساقية، وأبناء الأعزاء. شكرا. أما أنت دلوقتي يا عمرو عملت فيها حتة مقلب. إيه خير يا بابا؟ النهاردة يا سيد عيد ميلاد أختك عفاف وجاي يعزمكم. عفاف ده النهارده 16 صحيح. كل سنه وانت طيب يا بابا، وعفاف طيبه، وان شاء الله ربنا يديك الصحه كده وتعيش لغايه ما تتجوزها، مش تعمل لها عيد ميلادها وبس. والزوج اول من يعلم، وقصر الشوق، والاصدقاء، ورجل في زمن العولمه زي ما قلت لكم، واوراق مصريه، وسنين الحب والشقاء. ومن اهم ادواره في الدراما زي ما قلت لكم نجاح مسلسل ارابيسك اللي قدمه لنا سنه 1994. فينك فين؟ ده بقاله مين ما جاش الورشه؟ ما هو أصله معلش يا سي حسن غصب عننا والله. راح الخضري برضه بنيته وبغبائه وبجهله، وقال كلمة كده ولا كده يبقى الذبح فيه حلال. ايوه يمسك. قدم لنا في مسلسل ليالي الحلمية الكوميديا الخفيفة والتي لم نعهدها من قبل. في العدل ضهري بقول لك ايه، انا فلوس بالراحة كده وايه وطقطق لي ظهري عشان مش عارفه ايه. يخرب بيتي يخرب بيتي. اما بقى من اهم افلامه مراد بلا رجل، والارض، وشياطين الليل، والرصاصه لا تزال في جيبي زي ما قلت لكم، والحب والتمن، وسوزي بائعه الحب، وخلف اسوار الجامعه، ومدرسه الحب، واحترس احنا المجانين، ومدمزيل، وفتوه الناس الغلابه، وملف في الآداب، واليوم السادس، والعدم كفاية الأدلة، والموظفون في الأرض، ومهمة صعبة جدا، وأولاد الأصول، والعملاق، وضرب الرهبنة. وكان للمسرح نصيب من أعماله. من أهم مسرحياته الناصر صلاح الدين، وثورة الموتى، والملك هو الملك، وبلو بلو، وزهرة الصبار. يتمتع الفنان الكبير صلاح السعدني الشهير بالعمدة بجماهيرية كبيرة جدا في الوسط الفني، مش الوسط الفني بس، خارج الوسط الفني أيضا، حيث يعد واحدا من أهم الممثلين في تاريخ الدراما المصرية والعربية. كان حريصا دائما منذ سنوات طويلة على إبعاد عائلته عن الإعلام، وطبعا ده بخلاف نجله الفنان الشاب أحمد السعدني، وتظل عائلة عمدة الدراما بعيدة عن الأضواء. كثيرين لا يعلمون ان صلاح السعدني عنده ابنه ايضا، بنته دي اسمها ميرت، ظهرت مع والدها ومع شقيقها احمد مره في احدى الفعاليات الفنيه، وده اثناء تكريم الفنان صلاح السعدني. هي دي بنته اللي انتوا شايفينها معايا في الصوره، محجبه. والحقيقه ميرت فضلت ان هي تكون بعيده تماما عن الفن، ارتدت الحجاب واختارت الحياه الاسريه. اتجوزت ورزقت بعدد من الأبناء. الفنان صلاح السعدني اتجوز في حياته مرة واحدة فقط، وطبعا زي ما كلنا عارفين من خارج الوسط الفني، هي زوجته اللي انتوا شايفينها معايا في الصورة دي،
وأنجب نجله أحمد السعدني أمري. أما عن آخر أعمال الفنان صلاح السعدني كان مسلسل القاصرات، قدمه لنا عام 2013. المسلسل كان بطولة صلاح السعدني وداليا البحيري وياسر جلال. ايه ده؟ هما فين العروسة؟ هي دلوة اهي جاتها اهي، قدم لي الحاجة يا بيت. والله طابت، طلبت الوكل عبد القوي. وزي ما قلت لكم من عام 2013 ما قدمش اي اعمال فنية جديدة، وطلعت اكتر من مرة شائعات وفاته. ولما كانت بتطلع عليه الإشاعات دي كانت بتنفي الموضوع دوا، وخبر وفاته السيدة منى زوجة الفنان صلاح السعدني، وكانت بتقول الحمد لله هو زي الفل، لكن اكتفى بما قدمه من أعمال وتاريخ فني يفخر به، وإن الفنان صلاح السعدني بيفضل الحياة في هدوء بعيدا عن الأضواء. وكانت بتقول عنه إن هو بيقضي أغلب أوقاته مع أحفاده، كمان بيتابع الأعمال الدرامية. وقالت كمان أنه كان بيشعر بسعادة كبيرة جدا وهو بيتابع أعمال الفن، الأعمال التي تتم إعادتها، كما يتابع ما ينشر عنه في وسائل الإعلام. الله يرحمه.